نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه نظر للناس المحدود الدخل، والحمد لله نشكر هذا الرئيس اللي قام بدور ايجابي مع المجتمع. دي خطوة كويسة جدا، هو الرئيس بيكسب الشعب كده، ودي خطوة كويسة. انا شايف ان ده فيها تقدم ليه، وكمان فكرة الانجازات اللي هو بيعملها كمتحف، الحاجات دي كلها هتزود السياحة في مصر، وان شاء الله يعني يحصل اكتشافات كتير في مجال السياحة. انا بتكلم كده، انا بشتغل في مجال السياحة، ده هيخلي البلد تتقدم وهيخلي البلد تتحسن والمستوى يعلى. وطبعا هو حاسس بالواحد، ظروف الحياة صعبة جدا، فاحنا بنشكره كتير جدا يا رب، ودايما المزيد كده يا رب كده في الايام القادمه، يعني كده باذن الله ان شاء الله. يعني هي خطوه ايجابيه، وبنشكر سياده الرئيس، واهم حاجه يعني بنتمناها ان الاسعار ما تزيدش. يعني احنا عايزين الاسعار تبقى مناسبه لمرتباتنا ومناسبه للاجور بتاعتنا. مفاجاه جميله من سياده الرئيس امبارح لما عرفنا ان زياده الحد الادنى للاجور والمعاشات، ودي حاجة يعني بتفيد المواطن وبتحسن الدخل العام للشعب المصري وتخلي الناس في رقية أكبر. يعني نشكر السيد الرئيس طبعا رفع المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل 2000 جنيه، دي حاجة كويسة طبعا، لأن الشباب النهاردة ظروفها تعبانة وكده. الرئيس السيسي بيبتدي يقوم الشباب. الرفع الادنى للاجور ممتاز جدا بالنسبه للشباب اللي هو لحديث التخرج، حلو جدا. وبالنسبه للخطوات اللي بيعملها السيسي يعني ده بيفهم معناها عن الشباب. بالنسبه لتصريحات سياده الرئيس امبارح كانت قرارات صائبه بالنسبه لزياده المرتبات للموظفين العاملين بالدوله، وبالنسبه للمعاشات هي قرارات صائبه وجت في توقيتها. بالنسبه لرفع الاجور العاملين بالدوله ورفع الحد الادنى وتحديد الرفع الحد الاقصى للاجور، ده شيء هيسعد قطاع كبير جدا من العاملين في قطاع الدوله اللي هي القطاع الحكومي. اكيد ده شيء كويس جدا وشيء جميل جدا انه حس المواطن وحس بالمواطن واستجاب لدعواته. سيادة الرئيس ربنا يا رب يوفقك ودايما كده في تقدم وازدهار في مصر، والفترة الجاية ان شاء الله نتمنى ان الحياة تبقى افضل واحسن خلال الفترة الجاية ان شاء الله. والله سيادة الرئيس مش مقصر معانا، واخد بال سيادتك وعامل عيشة كريمة للشعب كله. بالنسبة للمشاريع المقطم والاسمارات والمشاريع التانية اللي عملها اسكان للشباب، ونقول اول خطوه للنجاح بامر الله، وفتره ان شاء الله بامر الله الفتره الجايه تبقى فتره جميله بامر الله. وبالنسبه للمعاشات برضو الناس هتعيش عيشه كريمه، والله يدوله الصحه. والله هو مش مقصر مع الناس، بس هي الناس المفروض تستحمل شويه. يعني هيفيد الموظف طبعا باذن الله، وهيبقى العيشه مفيده حلوه باذن الله ان شاء الله.